صبحكم الله بالخير. هواكم الله. هذا بيت عبد النبي ناصر سلمان. وخرس زين ما زين. لأن المجاري مو مسوينها. صار لها الحين تقريبا 5 سنوات لو أزيد. 5 سنوات. هذا احنا كل سنة نقول لهم تعالوا سووا المجاري مع الأمطار تعالوا. قال ما عليه. ما عليه منجيك من وقت. وهذا البيت وهذا الدكان مالهم خلاص فلاليش كلها راحت. وهذا البيت داخل. هذا البيت كله داخل. خرب. كل البيت هذا داخل. هاي المجلس مالهم. أسألكم الدعاء. هاي المطبخ. يلا نشوفكم على خير.